أقول كم مقدار نصاب الذهب وكم أخرج منه؟ فإني أملك بعض القطع الذهبية من الحلي وقد مرت عليها سنة دون أن أخرج زكاتها، علما أنها ليست معي هنا في المملكة، فهل أخرج عن السنة الماضية والحاضرة أم عن الحاضرة فقط؟ وهل أخرجها الآن أم أنتظر حتى أصل إلى بلدي الذي هي فيه؟ نصاب الذهب 20 مثقالا، نعم، وهي بالجنيه السعودي 11 جنيها ونصف جنيه تقريبا. وأما ما يجب الذهب فهو ربع العشر، والحلي الذي ذكرت فيه تفصيل، إن كانت اتخذت هذا الحلي للتجارة طلب الربح بثمنه فإن زكاته تجب في قيمته قليلا كان أو كثيرا، إذا بلغت قيمته نصابا فأكثر فإنها تزكيه بإخراج ربع العشر منها، يعني تقدر وذلك بأن تقومه وتقدر قيمته على رأس السنة بما يساوي، ثم تخرج ربع العشر منها لأنه أصبح عروض تجارة. وأما إذا كانت اتخذت هذا الحلي للقنية والادخار وهي لا تريده لللبس والاستعمال وإنما تريده للادخار، فإن زكاته تجب في وزنه، إذا بلغ 20 مثقالا كما ذكرنا فأكثر فإنها تخرج منه ربع العشر. وأما إذا كان للاستعمال فهذا موضع خلاف بين أهل العلم على قولين، قول الأول أنه لا تجب فيه زكاة ويصبح كالثياب والمساكن والمراكب التي يستعملها الإنسان لحاجته ليس فيها زكاة، والقول الثاني أنها تجب فيه الزكاة لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة. والراجح هو القول الأول أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية، وأنه يصبح مثل اللباس مثل ما يحتاجه الإنسان للاستعمال، فهو مثلا استعمل في المراكب والملابس والأواني والأطعمة وليس في هذا زكاة، كذلك الحلي لأنه من جملة الحاجة فليس فيه زكاة على هذا القول. وإن أرادت أن تزكيه من باب الاحتياط فإنها تزكيه باعتبار وزنه، إذا بلغ وزنه نصابا أكثر في نفسه أو بضمه إلى مال آخر إنها تزكيه، فإذا كان هو في نفسه لا يبلغ النصاب ولكن عندها مال آخر فإنها تضمه إليه وتزكي الجميع. لا يمكن تقدير النصاب هذا بالجرام المتداول حاليا؟ والله أنا لا أعرف يعني تحريره بالغرام المتداول حاليا، ويمكن السؤال الصاغة عن ذلك. نعم. كم يساوي المثقال بالنسبة للغرام؟ إنما ليس من الشرط أن تكون زكاته من جنسه ذهبا، يعني لو قدرت قيمته وأخرجت عن كل 100 ريال مثلا 2.5 ريال التي هي ربع العشر، إذا عرفت الواجب فيه فلها أن تخرج زكاته صرفا من النقود الأخرى. نعم، تصرفها من النقود الأخرى.